السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة مع بعض نعمل الباتيه بالطريقة المتلخبطة بتاعتي، وتعالوا شوفوا انا اتلخبطت في ايه وعملت ايه وبدأت احلها ازاي. اول حاجة معانا هنا 4 كوبايات ونص من الدقيق، انا عايرتها بالفنجان عادي، الفنجانين عاملين كوباية يعني 9 فناجين. طبعا الدقيق دوت لازم ندخله وانا نخلاه. زي ما انت شايفه كده، وبعدين هنبدا نحط المكونات الجافه بتاعتنا. معانا رشه من الملح او ربع معلقه صغيره، ومعانا كمان معلقة واحدة بس من السكر، معلقة كبيرة، وهنجيب الخميرة الفورية بتاعتنا، ومش هنحط الباكت كله، لأ هنحط برضو معلقة واحدة بس، معلقة كبيرة. يبقى كده معانا ايه؟ معانا 4 كوبايات ونص من الدقيق، ومعلقة من الخميرة اهي، ومعلقة من السكر، ورشة من الملح. تمام، هنشوف الخطوة اللي بعد كده. وتعالي شوفي انا عملت ايه. المفروض انا هنا في الخطوة اللي بعد كده هقلب وهبدأ احط معلقتين سمنة. طبعا الخطوة دي مهمة جدا جدا، ان انت بتجيبي السمنه وبتبسيها بالدقيق او بتفركيها لحد ما تخليها زي دقيق البسبوسه كده مرمله. طبعا انا غلطت وحطيت اللبن على طول. المفروض ان انت بتحطي كوبايه ونص او كوبايه على حسب ما الدقيق ياخد معاكي في العجن، بس طبعا انا نسيت ان انا احط السمنه في الاول هنا، ودي طبعا كانت خطوة مهمة جدا جدا. تعالوا بقى شوفوا انا اتصرفت ازاي وهي طلعت معايا ازاي. هقلب كده بعدين هبدأ ان انا اعجنها بايديا. طبعا العجن هنا بياخد وقت لو هتعمليه على ايديكي، لو عندك مضرب كهربائي او العجانة هتبقى اسهل بكتير واريح. بس انا عملتها بايديا علشان خاطر الناس اللي مش عندها العجان او المضرب، هي ان شاء الله مش هتاخد وقت معاكي. زي ما انت شايفة كده انا افتكرت السمنة فحطيت المعلقتين، لان طبعا السمنة مهمة جدا لعجينة الباتيه. ولو احسن ما عندك زبدة كنت برضو تحطي معلقتين من الزبدة، ما عندكيش حطي سمنة، لكن ما تحطيش زيت، زيت ما ينفعش مع الباتيه. وهقلبها كده وانا بعجنها، هي لحد هنا كده يعني مش عاملة حاجة او شكلها ما كانش وحش، بس طبعا لسه فاضل لها كمان مكون هنحطه لها. وهو ده اللي حسسني ان انا غلطت واني عملت حاجة غلط، والعجينة ما كانتش عجباني. انت زي ما انت شايفه كده العجينه اهي، هي بس محتاجه شويه دعك كمان. بس فاضل معانا بيضايه، لازم نحط بيضايه في الباتيه. زي ما انت شايفه كده انا هضربها بالمعلقه كده اهو وهبدا اني اعجنها. تعالي شوفي بقى المشكله وشكل العجينة بعد ما حطيت البيضاية.
فتضحكيش بقى عليا، دي اول مرة انا بعملها. ولازم طبعا احنا نجرب مرة واتنين وتلاتة الوصفة وما نزهقش، لازم نوفر للبيت. معلش هتغلطي مرة، المرة التانية هتطلع معاكي حلوة وجميلة. انا الحمد لله غلطت بس يعني عالجتها وطلعت جميلة قوي، وزي ما انت هتشوفي في اخر الفيديو قد ايه هي طالعة جميلة وهشة وحلوة وما فيهاش اي مشكلة. فطبعا لقيت المشكلة عندي هنا سايحة خالص، فكان هنا موضوع الربط هو الدقيق. فطبعا رشيت عليها شوية من الدقيق كده طبعا منخولين، وهبدأ ان انا ادعكها كام دعكة كده، هفردها كده بالشكل ده اهو يمين وشمال، وهفضل اروح باجي بيها كده اهو لحد ما تبدأ تبقى كويسة معايا. وهي الحمد لله ابتدت تقول لي خلاص انا كده كويس. فطبعا انا في الاول ضايقت جدا ان انا نسيت المعلقتين بتوع السمنة الاول والخطوة المهمة دي، بس يعني الحمد لله انا عالجتها. بقى ما شاء الله اهي هشة وجميلة مفيهاش اي مشكلة. فلازم كل واحدة وكل بنت تحاول تجرب، ولو غلطت مفيش مشكلة، المرة الجاية تطلع حلوة واحسن كمان، وما تخافيش من اي تجربة، وان شاء الله ربنا يوفقك في اي حاجة تعمليها. فنقول بقى بسم الله، نبدأ بقى في الخطوة برضو المهمة اللي بعد كده. احنا هنفردها كده اهو، هنعملها زي الاسطوانة كده بالطول كده اهو زي ما انت شايفة، واخليها متساوية وهقطعها. وهبدأ أجهز معايا سمنة سايحة، وهبدأ أدهن السطح بتاعي أو الصينية أي حاجة انت تشغل عليها، وهبدأ أخد قطعة قطعة وهبدأ إن أنا أفردها كده. هبدأ أفردها بالشكل ده، حاولي تخليها تبقى رقيقة، انت كده كده هنتنيها. بالشكل ده الفيديو ده تحفيزي بس كده، انما المرة الجاية ان شاء الله هعمل لكم وصفات حلوة ووصفات كويسة هتعجبك وتعمليها ان شاء الله وتعجب الاولاد. انا كده فردتها اهي قدامك، هبدأ بعد كده اجيب السمنة بتاعتنا وهدهنها كده اهو
السمنة مهمة جدا جدا طبعا. وهنبدأ الاولاد، مش لازم تنزلي اعمليها في البيت، فرحي اولادك، اعمليها بكذا شكل. العجينه حلوه قوي وتقدري تعملي منها كذا نوع وكذا شكل. جددي وفري، فرحي اولادك. هبدا برضو بالسمنه كده اهو، هاتني يمين هاتني شمال، وهبدأ ادهن بالسمنة. ما تنسيش الخطوة بتاعت السمنة دي لان هي طبعا مهمة جدا. وهاتني من فوق وتحت وهدهن. وهنبططها كده واكمل بقية المجموعة. نجيب بقى الصينية بتاعتنا، ومش هبدأ من اول واحدة اخر واحدة، لأ هبدأ باول واحدة انا عملتها وهفردها من اول وجديد زي ما انت شايفة كده. هفردها اكني بفردها زي اول مرة. يلا بقى نبدأ نعمل الباتيه كده. العجينة جاهزة معانا، هنجهز السكينة معانا. عشان خاطر ما يتفتحش مننا وهو بيستوي. بصي بقى هنا اهو التبريه اهي باينه، والجبنه هتبقى جميله شايفه. هنسيبها بقى كده، الحته اللي هي مفتوحه دي اخر حته نخليها من تحت عشان خاطر ما تتفتحش مننا. انا كمان جبت جبنه رومي هنا وقطعتها كده قطع صغننه، وهبدأ ألفها. ده طبعا باتيه كبير، لو انت عايز تعملي منيو صغير ميني باتيه هتقللي شوية في العجينة. ده كده الكبير اهو، ده الحجم الكبير. وطبعا ده مش هيبقى حجمه كده، لا ده هو بعد ما يتخمر حجمه هيتضاعف معانا. شايفة جميل ازاي ما شاء الله.
لازم نسيب فراغ كده ما بين واحدة والتانية عشان خاطر ما نلزقوش في بعض بعد التخمير، لان طبعا زي ما قلتلك حجمها بيتضاعف. دوت انا هعمله كده زي الكرواسو، قلت يا بنات، ومعاه كمان باكت فانيليا، وهبدأ اعمل كده اهو بالفرشة، هدهنها كلها كويس عشان خاطر تدينا اللون الحلو الجميل بتاعنا. طبعا احنا بعد ما عملناها الشكل دوت وسبناها تختمر بقت كبيرة اهي ما شاء الله اكتر من الاول. هنحط عليها البيض وهنبدأ نحط عليها كمان السمسم بتاعنا. هنجيب السمسم اهو بقى وهنرشه كده بالراحة، طبعا البيض هنا بيخلي السمسم يمسك فيه. طبعا لقيت يعني الحركة دي رخمة كده وبتوقع وبتاع حطيناها على الوش. احنا هنحطها على الوش بتاع الباتيه، وده كده شكلها بعد ما طلعت واستريحت. واهم خطوة ان انت تحطي عليها فوطة مبلولة او فوطة عادية علشان خاطر السخونية وكده، تخليها تفضل برضو طرية. وانت لو طلعتيها من الفرن وشلتيها كده وسبتيها هتلاقيها نشفت معاكي، علشان خاطر تفضل هشة وحلوة وطرية وجميلة معاكي لازم لازم تكسميها كده بالهواء بالفوطة زي ما قلتلك. بصي بقى ما شاء الله اهي، يعني طرية جدا وحلوة قوي زي ما بتشتريها من بره، واحسن كمان. بصي الشكل، بصي الجمال، شكلها تحفة. وده شكل الشوكولاتة اللي طلعت معانا اللي على شكل الكروسون.
بصي شايفة الجمال، جميلة جدا جدا جدا، انا ولادي حبوهم جدا الحمد لله، وانا كمان عجبوني. اول مره بقى، المره الجايه ان شاء الله هعملها لكم احسن من كده بكتير، وحاجات احسن من كده. بصي بقى ما شاء الله، دي جبنه رومي، اهي ما شاء الله. بصي بتبقى سايحه كده من جوه، طعمها خطير. بصي التوريقه حلوه ازاي، شايفة العجينة من جوه عاملة ازاي، مستوية وجميلة ومورقة وتحفة. لو انتي لسه ما عملتيش لايك اعملي لي لايك، واعملي اشتراك للقناة، هنعمل حاجات حلوة كتير.